بعرف ناقص بالرواية متوجه لك النفاك انت بتحكي بقفايا وانا بفعل بقفاك بل بفلع بقفاك عادي حياتهم بلاك وبديش بنات بهاللعبة وكل الشباب بينتاكوا لا في عنده وجهة نظر باللي عم يحكيه صراحة أجان تفهم ما بتفهم لأيري إذا بتفهم بس إنه في وجهة نظر من اللي عم يحكيه الزلمة وآي قريب كتير أشياء عم بيقولها بس إنه كمان فكر مال هيك وهلا بنكفي قرصان ومبسيب بتودع بدبشة زلك الأديب فيش مرضان يطيب فالشرطان رضيت كأنه عيد بيحيك يا طبش أهلا وسهلا فيكم بأبسود جديدة من كرياكت اسمك من كري واليوم رح نكون عم نعمل رياكشن لأنطوني السمراني تراك اسمه خير اسم التراك كذبة مانو خير لأنه سطورة اسم التراك كله بتشوف بين براكتس بالآخر دس سمراني مبلش الغنية عم يكذب علينا تأخرت برياكشن تبع هيدي الغنية لأنه أنتوني كان طالب منه إنه ما أعمل رياكشن فور أريزن هلا لأنه في كتير عالم حكوني قلت خليني أرجع أسأله فرجعت سألته والزلمة قال لي أوكي بدك تعمل رياكشن أعمل رياكشن سو كرمال هيك عم بعمل رياكشن ولازم نفهم إنه هيدا الفيديو منه بريك داون للتراك أبدا I'm not breaking down the track we're listening to it together رح نعطي رأينا بالتراك بشكل عام that's it وبي attention to a couple of words بيناتنا بس الموضوع وأول ما بلش بالحلقة ما تنسوا إذا حابين إنه أعملكم reaction وما تنطروا على list you can talk to my manager link تبع his instagram ورقم تليفونه بالdescription تحت فيكم تتواصلوا معه pay a fee of $10 and you skip the list واذا حابين انه تكونوا members بالchannel كمان فيكم تتواصلوا مع my manager pay a fee of $10 a month وبتصيروا members على channel يعني بيصير في عندكم ايد بالخيارات اللي عم بتصير على ايد channel وما رح طول اكتر من هيك بالانترو without further ado 3-2-1 سمعني صوت الشوارع يا صاحبي ولك روح اخلاق مسؤولية سريعة لخي أنطوني السمراني اوكي and every mercy and peace and forbearance there shall be salvation unto them a goodly light and for all of you sinners there shall be no salvation فضل كون وقت حقيقي عليكم بطل the book of Enoch is a religious book يعني هول مش على الفاضي محطوطين هول مش انه شو ما كان هول اشياء من كتاب اسمه The Book of Enoch which is a كتاب ديني ما بعرف اي ديانة بالضبط واي خبريات بالضبط بس حسب معرفت it's a كتاب ديني اوكي فا جوجل ات لتبقى تعرف بس انه سهلت لك اياها كافي منافق لعله خير لعله خير فضلكم بقبط بسيني على كون النافق لعله خير بفضل كون بقبض بالسينة على كون النافق بفضل انه كون عم بقبض بالسينة اللي عم بدفع فيها مش كون انا بس عم بدفع نرجع لخبرية انه music is not being legally streamed فالارتستس عم بيخسروا مصاري if you actually love your artists وحابين انه تدعمون listen to their music بطريقة legal يعني بدل ما تسرع من يوتيوب فيك تنزل أنغامي أو سبوتيفاي وفيك تشترك بحس أنغامي حتكون أحسن للعالم بلبنان for example or whatever you do you وبتشترك وبتسمع الأغاني بطريقة legal هيك أنت بتسمع الأغاني وبتنبسط وهن بيطلعوا مصاري وبينبسطوا فبيعملوا لك أغاني أكتر هيك بتضلك أنت كل حياتك عم تسمع أغاني It's a fair deal صراحة بس إنه خبريت إنه أنت بدك تعمل لي أغاني وأنا بدي أسمعهم ببلاش It's إنه طربوش كتير طربوش يعني ما بعرف كيف بدي أفسر لك لأي درجة طربوش بس مقايرة محله يعني فإنه ليجلي ليجلي شباب ديل كافي أنطوني تعالوا خير كله بينصحني لخيري عمية وفخورة بعينيها ولاسمي الأشهر بالعيلة فوق الطاولة عار عليها وشرف ليها تحت الطاولة اسمي عريبه Obviously سامع التراك ما كنتش على أساس أعمل لها رياكشن سو سمعته ف نايك
اكتر بالعيلة فوق الطاولة عار عليها وشرف ليها تحت الطاولة اسمي عرقابهم كوني عرف عن حالك لقبالك ما عرفوك يعرفوني خايف تنربط بمسبة بس عارك اكبر يا باش اهلية فيش داعي نخبي شو المتلك عامل للكاش خمران انكسب كالاهبل ذكرني وصيتك مين سمراني هو منو اللي نحبه بهالتراك انه it's a diss track يعني it's literally a diss track والحلو اكتر انه ما حفسر بتعرف 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 لعيري ما حفوت بالموضوع نهائيا بس راح نكفي كتير اوي انطوني اسمر برضو عم يبلي ملايين فبانزل تهديدي شامل خافوا من التاكك يا ولادي ما خدت حقي بالكامل بدفع حقك جوا بلادي شعرة تقلب مش بوقتها ما خدتش حقك بالكامل بدفع حقك جوا بلادي يعني انه اذا ما قدرت اخد حقي 100% كل انسان له حقه بدفع لحدا بيقتلك probably هيك فانه ايه انه بشيل وضح هيك جملة مثلا كفي طب الراسي وكان في بيعة بتفهم شو انه مش لقطة طوق بيتك بالسميعة طلبوا مني شعر هادف قوية يا مان فعليا ما مسحت هالشي للهاتف مش لبنان بل اقليميا اكل هاوس شرقت دماغي انهوس فشر تعطي رأيك فيي بتندعس وين البانش لاين تكنيك احلى يكون سكيمك غير وين سميعتك بحكيك وينن ارقامك يا اير بحب انه حكي عن هالموضوع لانه too many people ما بحبوا انتوني purely on the fact انه يي ما انتوني لو ما نزار ما نجاح يي انتوني هيك لي لك السكيمز تبع انتوني يي انتوني كذا انتوني كذا سو بقول له طب اوكي انا كل هول انا وين وانت وين يا اير ليه استعمل يا اير لانه مريض بس انه معه حق فبنكفي نكتر راب سنين حتى نفس الشراشف كل مرة احلى وحنتخطى شو شفنا هلا عواطف ذات الشي بسيني بيصير ان شاء الله بكرر عالدوام ايني ميني اسماء تطير برفعة اصبع اوام ما بتزرع ما بتبلع لقى ما بتدفع ما بتسمع بقى غنية ما بتنزل بطلع مش مضطر اتحمل شقى ما بتدفع ما بتسمع يمكن يكون خصو بالشي اللي قلته يمكن ما بعرف ما بحط بدمتي كافي برو بحكي الصح بمستوى بتتسكر القناة اوعى يكون المحتوى مش امن للبنات بليت اللعبة لعنا وما بحترق مع اغراضة وانا كل ما خلص منها بطفي سواجيري بفخاضة ضحكت لي وشالت رزمي هالاصبع سعره ملايين بقلبها ماضي اسمي عالورقة بفتح بالسين بتتلبك تاريخي بيشهد بقلب الفخر لمحرج بدك تبين بالمشهد بدك تاخد رضا المخرج بفضل كون وقت حقيقي على كتير حلو هالبار باي ذا واي كتير حلو هالبار كفي من كون بطل منافق لعله خير لعله خير بفضل كون بقبض بسيني على كون النافق لعله خير عم حب ال يعني الانيميشن كيف معمول الادتس والاخبار لذيذين يعني حلوين حبيت لك يا ارنولد انتوني لعله خير ما تفكر خلصت هالليلة طويلة السهرة في عندك لي داء الشهرة وفي اللي معه داء الشهرة حرف ناقص بالرواية متوجه لك النفاك انت بتحكي بقفاية وانا بفعل بقفاك بل بفلع بقفاك عادي حياتهم بلاكو بديش بنات بهاللعبة وكل الشباب بينتاكو عم ساوي لا في عنده وجهة نظر باللي عم يحكيه صراحة أجان تفهم تفهم ما بتفهم لأيري إذا بتفهم بس إنه في وجهة نظر باللي عم يحكيه الزلمة وآي أجري بكتير أشياء عم بيقولها بس إنه كمان فكر مال هيك وهلا منكفي حلف مختلف بيني وبينهم للجماعة لما تنشلف تنتلف بركي بتفهم عن قناعة جوعي للسقافي شافي مش بعد كدش الكتاب كبر السبع بساف قوافي وبعده عم يسلخ الكلاب انا فخر من سخر شارط صناعة وطنية يعني صخر من نخر شبهة كالقلعة الصليبية مش غلطة اوكي ما بديش اقول انه كتير عندي انفو عن التراك وبديش اقول انه مش كتير عندي انفو بديش قلت كمان انه بديش كون عم بعمل بريك داون للتراك purely on the fact انه ما بدي
ما بدي فسر ولا بدي اتكهن شيء. والليسن تو ذا تراك، رح نعطي راينا بالتراك ان جنرال از ميوزك بالاخر ونرجع نحكي. اوكي كفو. بعرف سيف سنجل ماما بجيب، بطران وما بغيب، قرصان وما بسيب، بتودع بدبشة سلك الأديب، فيش مرضان يطيب، فيش رضان البيض، كأنه عيد بيحيك يا طبجة. في حدا يفسر لي شو يعني طبجة؟ بليز، كتير عبالي أعرف شو يعني طبجة. هاي تاني مرة بسمعها، سامع نزار مرة عم بيقولها وهلا أنتوني. بليز اللي بيعرف يفسر لي شو يعني طبجة. كفي. شعر عيني من النار، يا شعر العيني يا حمار، بلا ما عيني ها ايديني رح بعيني الغبار، عقد طقس من نجوك يقبرني مني بغار، العرش انصنع للملوك وما بتفرق مين النجار. قوم يا اير بدك تطلع على المنصة، قوم يا اير منا شب بلاش القصة. كتير بحبه هالبار. فرق كتير معبر، كتير بفش الخلق. حنسمع بعد مرة. انا الملوك وما بتفرق مين النجار، قوم يا اير بدك تطلع على المنصة، قوم يا اير منا شب بلاش القصة. رعمناكن عالموضة مقابل وفل هالطرف، طلعت عم حلف شرموطة انه عندها ذرة شرف، اما عالي بسيني شبوق الحجر ما بيوصال بي. كتير كتير قوي يا انطوني، كتير قوي. I'm enjoying it كتير. I've been enjoying it كتير. من وقت ما نزلت بعدني لهلا. كفي. ضبط يفلعك يا بهيمي، بتفهم اني ما بنطال، ركع الاميرة بمزلي وبهمة تاجة، بتشتغلي بتنحلي بس الغلي للخواجة، يا عاقد حل النص اذا بتفهمش الكلام، بنزلكن عشرة مص بركي بيتقوى لسان، اعملوا شو بتحبوا بعمل شو اللي بحبوا فيكن، فشر انه تقبوا طول ما مأكس اساميكن. That's fair. It is fair صراحة، فانو ديل. كل السين بتعرف بس الفظ قراري تم، عن حالي ما بعرف اشهر من لون الدم، انطرتو فلو سويتش او بيتش او شي عالسمع غير، وفر مصطلحاتك وينن ارقامك يا اير. اوكي الحلو بانتوني انه بيعرف كيف يشارمت. انتوني بيعرف كيف يكون a battle rapper. Anthony knows how to battle someone. بيعرف كيف يضرب على weak point. بيعرف كيف ياخد شي negative عنده لشي يصير positive عنده، بس based على knowledge اللي عنده اياها هيدا الانسان بدماغه. So he knows how to connect the dots. You know. ف lyrically كتير مخيفة التراك. When it comes to the flow، هيدا البيت كتير بي بي ام واطي. So it's مقير انه ينمشي عليه. و Anthony did a great job at it. So delivery it was on point. في anger محل ما لازم يكون في anger، في رواق محل ما لازم يكون في رواق، وفي مثل ايري محل ما لازم يكون مثل ايري. ف مشغولة صح، متعوب عليها. هلا حنقطع الكريدتس. You shall not ascend into heaven unto all eternity, and in bonds of the earth the decree has gone forth to bind you for all the days of the world. Elusive. You shall have seen the destruction of your beloved sons, and you shall have no pleasure in them, but they shall fall before you by the sword, and your petition on their behalf shall not be granted, nor yet on your own, even though you weep and pray and speak all the words contained in the writing which I have written. That was it. La track خير لأنتوني السمراني. The track nice كتير. I enjoyed it. I think قلت كل شي حابب بقوله عن التراك، بس حبيت كمان اني اقطع الكريدتس. اول ما انهي هاد الحلقة ما تنسوا سبسكرايب، turn on the notifications، like the video، share the video، leave a comment، follow me on my socials. I'll see you on the next episode. ولك peace.